احنا عشان معايا النائب محمد ابو حامد، دكتور محمد ابو سنة حامد 2014 على التليفون عشان نتناقش معاه في هذا الموضوع. دكتور محمد تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فضيله الدكتور، واهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. الله يكرمك سيدي. انا معايا الدكتور ايهاب الخراط ومعايا الدكتور نبيل القط، وهم اساتذه الطب النفسي زي ما سيادتك عارف. بنتكلم في قضيه الادمان، فاتضح لنا الآتي أن هناك مشكلة، وهي أن المراكز اللي المفروض يتعافى فيها المدمنين هناك إشكالية في الدولة. الدولة عاوزة أنها تكون خاضعة لوزارة الصحة، هم شايفين أنه الأنسب أنها تكون خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية زي بقية الدول الغربية، علشان ديت مش دور، مش مستشفيات، وإنما دور رعاية وتأهيل صحي واجتماعي. فإحنا قلنا نتصل بحضرتك علشان خاطر نشوف هل لو ممكن تشريع جديد هم بيطالبوا بيه دلوقتي، علشان في 3 مليون مدمن في مصر اللي بيتم استقبالهم في المستشفيات فعليا 5000 واحد، لأن مفيش أسرة لهم في المستشفيات. فهل ممكن تشريع لعلاج هذه الظاهرة علشان تكون هذه الدور تابعة للشؤون الاجتماعية؟ وإيه رأي سيادتك في هذه المشكلة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالدكتور إيهاب والضيف الكريم. هو الفكرة، مشكلة المراكز العلاج أنا عارف، يعني عارفها، لأن كان في مشكلة كبيرة لدرجة إن كان بيتتبعوا المراكز دي وبيغلقوها، وكان ممكن كمان القائمين عليها يتعرضوا لمساءلة قانونية يعني. نعم. وأنا وجهة نظر الدكتور إيهاب أنا مقتنع بيها، لأنه هي فعلا دور رعاية وتأهيل. بس هو يمكن لأنه القائمين في هذه الدور أو المرضى يعني بياخدوا جرعات من الأدوية، ممكن جدا يتعرضوا لأي أزمات صحية. فكان ده السبب اللي عشان وزارة الصحة كانت بتتعامل معهم على أنهم مركز صحي وبتتتبعهم وأخذت إجراءات عنيفة ضدهم يعني. أنا في لجنة التضامن ووكيل اللجنة، فأنا بدعو الدكتور، ولو كان المراكز دي يعني مثلا ليها مجالس أمناء أو ليهم اتحاد أو بيتجمعوا مع بعض، إن هم يجوا في المجلس ويتعمل جلسة استماع منهم للجنة التضامن، وناخد كل الأفكار والإشكاليات اللي هم بيتكلموا فيها ونتكلم مع الحكومة، سواء وزارة التضامن أو وزارة الصحة أو المجلس القومي لمكافحة الإدمان، ونشوف الأمر يقنن إزاي. بالزبط. سواء بانه يتحل بان تكون التبعيه لوزاره التضامن، فهم يعملوا كيانات مقترح مناسبه قانونيه مناسبه لتبعيه المراكز دي لوزاره التضامن، او لو كان هيبقى في شروط، لان حضرتك تعلم ان حتى لو في جمعيه بتيجي تفتح مستوصف طبي، مع الفارق طبعا انا عارف ان في فارق ما بين الامرين، بس بتطالب ببعض اجراءات، على الرغم ان هي والمستوصف بيبقوا تابعين لوزارة التضامن، بس بتطالب بإجراءات معينة لازم تستوفيها من خلال وزارة الصحة يعني. فأنا لو هم يقبلوا وإنهم يجوا ويعملوا جلسة استماع ونفهم كل التفاصيل ونشوف دكتور إيه إيهاب عايز يعني ينقش. طيب دكتور محمد، ممكن تسمع دكتور إيهاب، وياريت برضو سعادتك تقول لنا موجود في المجلس إمتى، أو تديهم معاد دلوقتي على الهواء وهم يشرفوا حضرتك في البرلمان ويقعدوا مع سعادتك. يشرفني يا فندم. معاك دكتور إيهاب، اتفضل. طبعا تحياتي لصديقي وزميلي السابق الدكتور محمد أبو حامد، ويعني احنا نضلنا طويلا مع بعض في البرلمانات المختلفة وفي الميادين يعني. طبعا فكرة انه في بعض ناس فعلا بيكونوا محتاجين دواء، ما هو دي الفكرة، ان انت محتاج دكتور يعدي بس ويقول مين محتاج دواء، مين محتاج يتحول، مين محتاج دواء ياخده زي ما يكون بياخده في البيت. ما هو في ناس نفسيين كتير يعني، ما هو ما دلوقتي خلاص ثابت انه 98% من المرضى النفسيين ما يحتاجوش يخشوا مستشفيات. وحتى الامراض اللي كانت تقيله قوي زمان زي الفصام، اللي كان 30% منهم بيخشوا مستشفيات، دلوقتي بقى 7% بس بيخشوا مستشفيات. فاذا اللي بيحتاج مستشفى لازم في دكتور يحوله المستشفى، لازم دكتور يطمن ان الناس دي خلصت علاج اعراض الانسحاب. ما حد في ناس زي ما قلت لحضرتك من المدمنين المتعافين اللي بيدوروا الاماكن دي بقوا بيسيئوا استخدامها، وبقوا بيعملوا فيها اعراض انسحاب، او بقوا بيفتحوا مراكز اعراض انسحاب اللي هي وظيفه طبيه.
في اخرين بيدعوا ان هم تبع دكتور نبيل او تبع دكتور ايهاب او تبع دكتور سمير ابو المجد. ده في واحد من زمايلنا بيقول لك اتقدم لواحده وقالها ده انا بشتغل مع الدكتور مش فاكر سمير ولا نبيل ولا يعني. وفي طبعا ناس بتعمل لما تتزنق في يعني احد الزملاء من وزاره الصحه بيقول لي احنا كل ما نروح مكان مش مرخص نقول له يقول لي انا تبع الدكتور ايهاب اقول له وريني ورق انه تبع الدكتور ايهاب يطلع مش تبعك. فهو مشكله ان هم بيدعوا ان هم تبع فانت عايز سيستم محكم. طيب انه الدكتور بيعدي. هو دكتور محمد معانا يا جماعه ولا الخط قطع؟ اه فندم انا دكتور محمد اتفضل. انا عايز بس اقول حاجه لدكتور محمد قبل ما طيب الدكتور نبيل برضه هيقول سعادتك حاجه. دكتور نبيل حاجه بسيطه جدا وهو انه المدمن ده برضه ليه علاقه بالسؤال اللي حضرتك سالته لي. بعد فتره اعراض الانسحاب اللي هي قد تمتد من اسبوع الى ثلاث اسابيع على اقصى تقدير على اقصى تقدير لكن هي بتبقى حوالي اسبوع. بعد فتره اعراض الانسحاب المدمن بيبقى زي انسان طبيعي زي اي انسان طبيعي قد يعاني من امراض وقد لا يعاني من امراض قد يحتاج الى مساعده طبيه وقد لا يحتاج الى مساعده طبيه وكل ما يحتاجه هو التاهيل الاجتماعي والنفسي اللي الدكتور ايهاب اتكلم عليه. طيب. وبالتالي الاحتياج الى رعايه صحيه لصيقه ومباشره زي المستشفيات والعيادات غير مطروح. يعني دكتور محمد انا فهمته باختصار كده انه دور وزاره الصحه في القرص العلاجي اللي بيمتد لثلاث اشهر لا يتعدى 10 ايام وانها ممكن تبقى زيارات بيقوم بها اي طبيب لهذه المراكز زي ما بيكون الطبيب بيروح يكشف على اي واحد في بيته. بالظبط. انما هي في الغالبيه الفتره الاطول بتكون تابعه لنشاط وزاره التضامن الاجتماعي او وزاره الشؤون الاجتماعيه وبالتالي ممكن يحصل مزج ما بين الشؤون الاجتماعيه والصحه كل في مجاله لكن تبقى هي تابعه في الاساس للشؤون الاجتماعيه. هناك يعني اطار قانوني اصلا عدد كبير من هذه المراكز بتعمل فيه اللي تابع لقرار صدر سنه 95 قرار وزاري بانديه الدفاع الاجتماعي اللي احد مهامها انشاء بيوت ضيافه يقوم فيها تاهيل اجتماعي للمدمنين لضمان عدم عودتهم وتقديم تثقيف. فهذا الاطار قائم. طب نسمع رد الدكتور محمد لو معانا. دكتور محمد اتفضل. انا يعني بجدد تحيتي للدكتور ايهاب وللدكتور نبيل وهم في الحقيقه يعني شهاده حق ليهم جهود كبيره في هذا الامر. انا لما قلت جلسه استماع الفائده الكبرى من جلسه الاستماع انه هم 100% عندهم خبره في تفاصيل هذا الامر اكيد اكتر مننا. صحيح. فلما هنسمع منهم التفاصيل ونسمع كمان لو هم جاهزين بمقترح بعينه ان هم يقدموه هنقدر بعد سماع التفاصيل وبعد تلقي المقترح منهم لما نجلس احنا بقى مع الحكومه سواء وزاره الصحه ولا وزاره التضامن يبقى احنا بننقل وجهه النظر دي عشان نقدر نوصل لصيغه. يعني لما يجي وزاره الصحه يقولوا لنا اصل احنا عايزينهم يبقوا تابعين عشان خاطر في علاج فاحنا نرد الرد اللي تفضل بيه الدكتور ايهاب دلوقتي والدكتور نبيل فنقدر وهي ميزه جلسات الاستماع في كده. طيب. عشان كده لو حضرتك تكرمت يا فضيله الدكتور واعطيتهم وانا اظن الدكتور ايهاب احنا كنا بنتكلم يعني اكيد تليفون العبد الفقير عنده لو هو تفضل ومثلا هو واربعه او خمسه او اكثر او اقل من المهتمين بهذا الامر وتفضلوا ان احنا نسمع منهم كل التفاصيل انا ارتب لهم جلسه استماع مع لجنه التضامن بكامل اعضائها. تمام. ونتبنى ما ييسر ليهم دورهم المهم جدا اللي هم بيأدوه وفي الحقيقه اللي هو في ظل كمان انتشار الادمان في المجتمع بالنسبه العاليه دي وبانواع متنوعه فهم اكيد دورهم مهم ومهم جدا ان احنا نقدم لهم كل ما ييسر الدور ده. دكتور محمد انا بشكرك وانا طبعا اثق ان دكتور ايهاب هيبقى فيه اتصال بين حضرتك وبينه يعني يمكن عقب البرنامج باذن الله وتتفقوا مع بعض على جلسه الاستماع والموعد بتاعها وبرضه نستضيف سيادتك ان شاء الله قريبا علشان نتكلم في هذا الموضوع باستفاضه وماذا تم في هذه القضيه. شكرا النائب الدكتور محمد ابو حامد وكيل لجنه الشؤون الاجتماعيه في البرلمان المصري. شكرا جزيلا لحضرتك.